السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شباب. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هناخد Network Fundamentals Part 3 من كورس CCNA Routing and Switching. Part 3 أنا ضفته كفيديو جديد على الفيديوهات بتاعة CCNA. إحنا كنا وصلنا لحد 37 فيديو. ممكن نعمل بوست كده نعدل البرش. تمام. كنا وصلنا ل 37 فيديو، بس طبعا بعد التحديثات الجديده كنا طبعا برضو شغالين كورس سي سي ان راوتنج سويتشنج، بنزل الفيديوهات بتاعته. انا قلت ان انا هضيف نتورك فاندمنتالز بارت 3. انا كنت عامل نتورك فاندمنتالز بارت 1 وبارت 2، هنضيف برضو بارت 3. بارت 3 احنا هنتناول الجزئيه، لو احنا جينا بصينا على الاوبجكتيفز الخاصه بامتحان السي سي ان اي 225. في بارت 3 هنتناول هنا بقى شرح دي طبعا الاوبجكتيفز، هنتناول شرح البوينت اللي هي 1.3 describe the impact of infrastructure components in an enterprise network firewalls access points wireless controllers. ده هنتناول شرحه. كذلك هنتناول شرح الكومبير اللي هو ال 1.6 compare and contrast network topologies الستار والمش والهايبريد. طبعا هو في هنبدا في المحاضره بشرح الستار والمش والهايبريد، وبعد كده هنبدا بشرح الايه الديفايسز فاير وولز الاكسس بوينتس الوايرلس كنترولرز وهكذا. طيب، فان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى لو احنا كده ايه بصينا كده على الاوبجكتيفز، هناخد اول حاجه اوفر فيو على النتورك توبولوجيز، وكذلك هناخد ميجر رولز اوف سم انفراستراكشر كومبوننتس، الميجر روس او الادوار الرئيسيه الخاصه ب بعض الاجهزه اللي بتركب في الشبكه. هنتناول الفاير وول، الاكسس بوينت، ال دبليو ال سي او الوايرلس كنترولر. طيب الستار، بصوا يا جماعه، انا عشان اقدر احدد لك كده، انا عايز اشيل البتاعه دي. تمام. انا عشان اقدر احدد لك او اقدر اصمم لك شبكه، تمام، الشبكه بتكون مجموعه توصيلات ما بين اجهزه، تمام. طب انا قسمنا او قسمت او حددت الاشكال او توصيلات الشبكه بناء على ثلاث اقسام. طبعا في اقسام اكتر، يعني مش مثلا عندي فول مش وعندي منه بارشل مش. احنا هنتناول برضو ايه شويه يعني حاجات اكتر من كده. الستار، الستار هو عباره، انت عندك نقطه طالع منها توصيلات لنقط طرفيه، يعني انت عندك سنترلايزد بوينت واصله ب ايه واصله ب اجهزه طرفيه او بريفيرلز بوينتس، تمام. فطبعا انا لو همثل دي بالشبكه، يعني انا عندي سويتش والسويتش واصل على جهاز كمبيوتر، هنا سيرفر، هنا برينتر او اي بي فون، هنا اي بي سيرفلانس او كاميرات مراقبه، هنا برينتر وهكذا. طيب فده الايه الستار، ان انت عندك جهاز مركزي مطلع منه كابلات طرفيه، مطلع منه وصولات ل اند نود طرفيه. طيب كلام جميل. المش، لو احنا جينا بقى اتكلمنا عن الايه المش، المش هنا لو احنا شفنا الشكل، انا عندي هنا خمس اجهزه كمبيوتر او لا ست اجهزه، يعني 6 بي سيز. لو انا وصلت كل بي سي طلعت منه كيبل الى الخمسه بي سي التانيين، يعني ده بي سي 1، ده بي سي 2، ده 3، ده 4، ده 5، 6، تمام. فانا لو طلعت من واحد لاثنين ومن واحد لثلاثه ومن واحد لاربعه ومن واحد لخمسه ومن واحد لسته، وبرضه 2 ل 1، 2 ل 6، 2 ل 5، 2 ل 4، 2 ل 3، وال3، 3 ل 1، 3، مشيت بالكونسبت ده. فانا يعني من الاخر لو انا عندي عدد اكس من البوينتس، اوكي، عدد اكس ايه من البوينتس، تمام. فانا مثلا انا عندي مثلا 3 اكس، فانا لو وصلت ده بده وده بده وده بده، يبقى انا كده عملت مش. طب لو انا عندي شكل كده، تمام. طيب لو انا وصلت ده بده ده ايه؟ ده مش ده ستار. طب لو انا وصلت ده كده وده، تمام، ووصلته بده، اوكي، ووصلت ده ده بده، ووصلت ده، وصلت وكده كده اصلا موصل، انا وصلت ده بده، تمام، انا كده عملت مش. يعني انا لما يكون عندي، انا بصوا عندي 6، يعني من الاخر يا جماعه كل البوينتس واصله على كل البوينتس، ده الايه المش.
طيب عظيم جدا الكلام ده. الهايبريد، الهايبريد لو احنا كده بصينا على التصميم الهايبريد، الهايبريد هو عباره عن الستار بلس المش، تمام؟ يعني بصوا يا جماعه، انا عندي توصيله ستار، اوكي، والنقطه دي، النقطه دي داخله في ستار سيستم، صح؟ طيب كلام جميل جدا. لو انا النقطه اللي في الستار سيستم دي رحت انا وصلتها، عندي نقطه كمان ونقطه ونقطه، والنقط دي وصلتها كلها ببعضها، يعني انا كده هنا عملت ايه؟ انا كده عملت، وده كده، يعني انا كده عملت ايه؟ انا كده عملت مش، والناحيه التانيه عندي ايه؟ عندي ستار، صح ولا لا؟ تمام. فبلس ستار بلس مش ايكوالز ايه؟ هايبريد، ايكوالز هايبريد. ده النتورك توبولوجيست. هتقول لي باشمهندس احمد انت ايه اللي بتتكلم عنه؟ انا راجل لسه بيجنر، انت ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ بصوا يا جماعه، منتهى البساطه، يعني دي حته ادفانسد شويه، بس لو انت يعني ايه فيها هتعمل مشكله معاك، سكيب دي، سكيب البارت ده لو هو هيعمل مشكله معاك. بصوا يا جماعه، انا بق يعني انا بحادث او بحدث الناس اللي عندها باك جراوند عن السي سي ان اي او النتورك قبل ما تدرس الكورس ده، انا بحدثهم دلوقتي، تمام؟ بصوا يا جماعه، لو انا عندي التصميم الهيراريكال، اوكي، سيسكو كده طبعا ده ان شاء الله هتشوفوه في المحاضره تقريبا الاسبانينج تري بروتوكول، هشرح الجزئيه دي، او التصميم الهرمي، بيقول لك ان انا بيبقى عندي طبقه اسمها كور، تمام كده، وطبقه اسمها يعني دي طبقه الكور، ودي طبقه الديستريبيوشن، ودي طبقه الاكسس، اوكي. طيب ده الكور، وانا عندي ديستريبيوشن، حط هنا سويتشين. طيب لو انا وصلت الكور بالديستريبيوشن بالشكل ده، انا كده يعتبر عملت مش ولا ستار ولا هايبريد؟ انا كده عملت ايه؟ انا كده عملت مش، لان كل السويتشات واصله ببعضها. طيب لو انا جيت وصلت الديستريبيوشن بالشكل ده، جيت عملت كده، انا كده من الديستريبيوشن ما بين الديستريبيوشن والاكسس، انا كده عملت ايه؟ انا كده عملت ستار، عندي نقطة مركزية طالع منها نقطتين. طب التصميم كله على بعضه ده ايه؟ ده هايبريد. ده ايه؟ ده هايبريد. طبعا التصميم ده مفيد جدا، ليه؟ لان الاند بوينتس كلها بتكون متصلة ب يعني الاجهزة من الاخر، والسيرفرات كلها بتكون متصلة بالاكسس سويتشز. طبعا انا الكلام ده انا هشرحه باذن الله قدام في محاضرات السبانينج تري بروتوكول. ده فيما يخص النتورك توبولوجيز. سيسكو اوير قوي في الابديت الجديد في المنهج، ان هي تعرفك الرولز الخاصه ببعض الاجهزه، الفاير وولز، الاكسس بوينتس، الوايرلس كنترولر، تمام؟ يا جماعه، انا الفاير وول انا تناولت الحديث عنه في تقريبا المحاضره اللي هي بارت 1، تمام، نتورك فاندمنتالز بارت 1، انا اتكلمت عن الفاير وول، بس احنا هنتكلم عنه بصيغه يعني اكثر تفصيلا اكثر من كده، او من المحاضره اللي فاتت. بصوا يا جماعه، هفترض ان انا عندي ده الاي اس بي، الاي اس بي عندي واصل بفاير وول براوتر، تمام؟ باغلب الاحيان بتلاقي الفاير وول اما محطوط في الحته دي، تمام، ما بين الراوتر والاي اس بي، او اما محطوط هنا. ده السامبل بتاعت الفاير وول، اوكي، او السامبل بتاعت الاي اس اي فاير وول، ده نوع من الفاير وولز هتدرسوها لما تيجي ايه نخش قدام شويه في اللابات التقيله بتاعت السي سي ان اي، مع ان ده اصلا مفترض تاخده في الان اي سكيورتي او تراك سكيورتي. المهم، الفاير وول، الفاير وول بيروح على الشبكه بتاعتي، ده سويتش اهو، تمام، وعندي بي سي. طيب كلام جميل. الفاير وول كده ليه كام دراع؟ يعني ليه كام لينك؟ ليه لينكين؟ لا، في لينك تالت انا هعمله، هوصله بسيرفر. لينك الفاير وول اللي داخل على الشبكة الداخلية بنسميه الانسايد، تمام؟ لينك الفاير وول اللي واصل على الشبكة الخارجية بنسميه اوت سايد. لينك الفاير وول اللي واصل على السيرفرات، او اللينك الثالث، يعني دايما السيرفرات بنحطها في لينك بنسميه كده ايه؟ الدي ام زي. طيب هو الدي ام زي اختصار لايه؟ ديميليترايزد، ديميليترايزد، لا هنا اي، ها، ديميليترايزد زون. الدي ام زي من الاخر يا جماعه، ده البورت اللي بيكون واصل، يعني
تعالوا يعني تعالوا كده ايه نتكلم بوضوح اكتر. بصوا يا جماعه، احنا هنفترض سيناريو، لو حد عمل، لو كان السيرفر ده مكانه جوه في الشبكه وحد عمل هاك عليه، تمام؟ عند الهاكرز في كونسبت مهم جدا، حتى الناس اللي ايه اللي بتدرس الميتا سبلويت، اسمه البايفت بوينت. البايفت بوينت، اوكي؟ ايه هو البايفت بوينت؟ ان انت لو جيت عملت هاك على سيرفر او على بي سي، ممكن تخلي البي سي ده نقطه انطلاق لهاك على ايه اجهزه تانية في نفس الشبكه. يعني انت مثلا عندك 10 بي سيز في الشبكه، فانت ممكن ثرو انك تختار جهاز واحد بس منهم، ممكن توصل من الجهاز ده للتسعه الباقيين، تمام؟ طيب الدي ام زي طبعا، لان الهاكرز بيركزوا قوي، اغلبهم طبعا الناس الانتربرايز هاكرز بيركزوا على اختراق السيرفرات مش البي سيز، فبنجمع السيرفرات في ايه؟ في شبكه مستقله اسمها الدي ام زي، دي شبكه ايزوليتد، بحيث ان هو لو اخترق الايه السيرفر هنا، تمام، هيبقى معزول عن الانسايد، تمام؟ يبقى الهاكر مش هيقدر يخلي السيرفر ده كبرايفت بوينت، واضح كده؟ طبعا ممكن واحد بقى ايه ادفانسد شويه يقول لي طب ما الفي لانز، طب مش الفي لانز والقصه دي كلها، احنا بنتكلم على ابلكيشن يا جماعه، يعني احنا بنتكلم على ابلكيشن يعني وان اوف مالتيبل سوليوشنز، تمام؟ عشان اقدر اميديجيت او امنع او اقلل اختار الجزئيه دي اللي هو يخلي جهاز مثلا كبرايفت بوينت، ده فايده الدي ام زي، واضح؟ الباير وول بيعمل بيعتمد بشكل رئيسي على حاجه اللي اسمها الستيت الستيتفول فلترنج. ايه الستيتفول فلترنج؟ الستيتفول فلترنج بيقول لك ايه؟ بيقول لك قبل ما نتكلم عنه، ان كل انترفيس بيكون محدد له حاجه اسمها السكيورتي ليفل. ايه هو السكيورتي ليفل؟ افترض ده يعني عدد، تمام، بيتراوح من 0 ل 100، فالانسايد دايما بياخد باي ديفولت 100، الاوتسايد دايما بياخد باي ديفولت 0، الدي ام زي ممكن تدي له مثلا 70 مثلا، تمام؟ الستيتفول فلترنج بتعتمد على ايه؟ بصوا يا جماعه، الفاير وول يعدي جهاز، تمام، من جوه لبره، يعني لو في سيشن مفتوحه على الفاير وول يقدر يعديها من جوه لبره، تمام، من الانسايد للاوتسايد، او من البورت اللي السكيورتي ليفل بتاعته اعلى للبورت اللي السكيورتي ليفل بتاعته اقل، تمام؟ طيب كلام جميل جدا. انا عايزك تتخيلها بايه؟ انا عايزك تتخيلها بالريفر. تخيل مثلا انت عندك نهر مثلا، اوكي، فانت مثلا النهر هنا ارتفاعه ماشي كده مثلا الاليفيجن او ارتفاعه مثلا 100 متر، تمام، عن سطح البحر مثلا، وبعدين في كليف كده، في ايه منحدر النهر ينزل فيه وبعد كده ينزل تحت، ده مثلا الارتفاع هنا مثلا هيكون 70، وبعدين في كليف تانية هينزل الى ارتفاع اللي هو 100، ده سكيورتي ليفلز اللي عندي. فانا عندي الداتا هي عامله زي الوار، عامله زي الميه بتمشي، تمام، وبعد كده يقدر ينزل من تحت لفوق ولا لا، تمام؟ يعني يقدر، يعني انت عندك دلوقتي ميه لو بتمشي في نهر هتقدر اكيد تمشي او تنزل او تسري في من الارتفاع الاعلى الى الاقل. الداتا عندك برضه في الفاير وول بتروح من البورت اللي السكيورتي ليفل بتاعته اعلى الى السكيورتي ليفل بتاعته الاقل. هل العكس ينفع؟ لا، العكس ما ينفعش. العكس ايه؟ ما ينفعش. طيب ده باي ديفولت على الفاير وول. طيب لو ال 70 ده، لو في داتا عايزه تخرج من السيرفر عايزه تروح الى الانترنت مثلا، يقدر يعمل القصه دي كلها، يقدر يعمل القصه دي كلها. طيب لو السيرفر او ديم زي السكيورتي ليفل بتاعته 70، عايز يروح للنتورك السكيورتي ليفل بتاعت البورت بتاعها 100، لا، ما الفاير وول ما يعديهوش. طيب افرض يا باشمهندس انا مثلا عندي واحد، تمام، كلاينت عايز ياخد مثلا ايه، عايز يخش كده على السيرفر، مثلا يكون السيرفر بالنسبه له دي ان اس، فانا عايز مثلا اخلي الكلاينت ده اما يحب يخش على الدومين نيم يروح يسال الايه الدي ان اس اللي هو السيرفر ده. طب انا هعمل ده ازاي؟ ما هو جاي لي من زيرو ل 70 مش هيعدي. ممكن بقى تعمل ما يسمى بالاكسس ليست على الايه على الفاير وول، بحيث انك تبرمت الداتا اللي جايه من الاوتسايد الى الدي ام زي على بورت 53. ممكن تحدد بقى ان الداتا اللي جايه من الاي بي اكس الى الدي ام سي الاي بي واي، يعمل لها بيرمت وتكون محدد البروتوكول بتاعها. طبعا انا ممكن يعني الاكسس ليست هنا او الاي سي ال هنا بتاوفر رايد على الديفولت بيهيفير، او بتغطي على الديفولت بيهيفير بتاع الايه الاس اي فاير وول. ده بعض الايه الكونسبتس اللي محتاجك انك تعرفها. ممكن الفاير وول يشتغل كبروكسي
سيرفر. يعني ايه بروكسي سيرفر؟ يعني بمنتهى البساطه يا جماعه، يعني مثلا الجهاز ده، افرض السيرفر ده ويب سيرفر، تمام؟ الاي بي بتاعه مثلا 10.0.0.5/24. الفاير وول مثلا الاي بي بتاعه الخارجي ناحيه الراوتر هنا هفترض ان هو 1.1.1.1، تمام؟ طب افرض انا السيرفر، الويب سيرفر، او في ويب موقع على الويب سيرفر، الاي بي الدومين نيم بتاعه مثلا www.y.com، تمام؟ انا لو دخلت www.y.com على البي سي، البي سي المفترض هيروح يسال تي ان اس سيرفر مثلا، هيروح يسال 448 اللي هو جوجل، فجوجل هيقول له ان الاي بي بتاع www.y.com هو مش 10.0.0.5، مش الاي بي بتاع السيرفر، لا، هيقول له ده الاي بي بتاع الايه، الفاير وول اللي هو 1.1.1.1، تمام؟ فالبي سي يقوم مدايركت السيشن بتاعته يطلع على مين؟ يطلع على 1.1.1.1، ما عارف خلاص حول الايه الاسم ثرو سيرفر جوجل دي ان اس الى مين؟ الى اي بي. وبعدين لما عرف الاي بي هو عايز يروح للموقع ده اللي هو فيزيكلي موجود اكشوالي على السيرفر ده. بعد كده راح للفاير وول، بعد كده الفاير وول بيشتغل بقى كبروكسي سيرفر. يعني انا ممكن اعمل له كومبريجريشن كبروكسي سيرفر، ان انا اقول له لو جات لك ريكوستس على بورت مثلا 443 فرويد الريكوست الى 10.0.0.5. دي بعض الايه الفانكشنز المهتم قوي انك تعرفها بالفاير وول، مش اكتر من كده. الاكسس بوينت الوايرلس كنترولر، بصوا يا جماعه، في طبعا مفيش حد ما تعملش مع الواي فاي، مفيش حد ما تعملش مع الواي فاي، سواء ككونفيجريشن سواء كيوتيلايزيشن. ايه الفرق بين الاكسس بوينت والوايرلس كنترولر؟ بصوا يا جماعه، انا لو عندي يعني انت ده الموجود يعني اغلب اغلب الناس مننا عندها الايه الابلكيشن ده، عندك الاي اس بي واصل على الراوتر، الراوتر ده تمام، تقدر توصله بي سي وتقدر تخليه يبث اشارات وايرلس بحيث انك تكونكت عليه مثلا من السمارت فون بتاعك اهو، البن تابلت اللي حصل تمام بالسمارت فون بتاعك. فال ال 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 الراوتر عندك اشتغل ده بيسموه كومباكت سوليوشن. خلي بالك الراوتر اللي عندك في البيت ده يسمى براوتر، ده يسمى كومباكت سوليوشن. ليه؟ لانه انتجريتد جواه اكسس بوينت، تمام؟ يعني بيشتغل، يعني هو عباره عن اكسس بوينت بلس سويتش، تمام، بلس مودم ريجوليتر بلس راوتر. اوكي، يعني الراوتر عندك ده عباره عن اكسس بوينت عشان بيوصل واي فاي، زائد سويتش عشان تقدر توصل وايرلس. يعني انت تقدر جهازين لو وصلتهم على راوتر 4 بورت الجهازين يقروا بعض، فكان بدور ايه سويتش بلس مودم ريجوليتر اللي هو بيحول الاشارات الديجيتال الى انالوج، والعكس صحيح طبعا، عشان تعرف تكونكت ثرو الكيبل اللي جاي لك الار جي 11 من السنترال، بلس انه شغال كراوتر لانه بيراوت الباكتس بتاعتك على الايه الانترنت. اوكي طيب، كلام جميل جدا. طبعا في الانتربرايز نتوركس انا ما ينفعش، في الانتربرايز نتوركس انا ما ينفعش اعتمد على الكومباكت سوليوشن، لا. بيعملوا ايه بقى؟ انا مثلا بيكون الاكسس بوينت ده بيكون ليه جهاز ديفايس خاص بيه. طبعا من اشهر الشركات لينكسس اللي تنتج الاكسس بوينتس او الوايرلس كومبوننتس، لينكسس طبعا دي اشتريتها شركه سيسكو مؤخرا. فالاكسس بوينت هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن سويتش، بس السويتش بيوصل وايرد، اما الاكسس بوينت بيوصل ايه وايرلسلي، تمام. السويتشات كلها الوايرد بتعتمد على بروتوكولز عائله الايثرنت اللي هي 802.3، اما الاكسس بوينت اللي بيعتمد على عائله الايثرنت 802.11. طبعا هتلاقي دوت 11 ان وجي وبي، تمام، والقصه دي كلها. فطبعا هنا الاكسس بوينت ده زي ما احنا قلنا هو عباره عن سويتش، لكن السويتشات دايما بتعتمد على بروتوكولز او عائله بروتوكولات، فاميلي بروتوكولز اوف 802.3، اما الاكسس بوينت بيعتمد على 802.11. طبعا احنا هنتكلم في الانتربرايز نتوركس دايما. انت في الانتربرايز نتوركس القصه عندك مش زي عندك في البيت، انت عندك في البيت بيسموا النتورك اللي هو عباره عن ايه، الراوتر كده متصل ب متصل مثلا ببي سي، وفي نفس الوقت مثلا متصل مثلا وايرلسلي بلابتوب مثلا، والقصه دي ده بيسموها السوهو نتورك، تمام، سمول اوفيس هوم سوهو
انا حتى مش فاكر اسم الاختصار الرابع، الحرف الرابع ده، بس مش قصه. طبعا في الانتربرايز نتوركس ما بقاش عندي بقى كومباكت سوليوشن ده، لا بيكون انت عندك مثلا من هذا الاي اس بي واصل بالراوتر، الراوتر مثلا واصل بسويتش، سويتشات كور مثلا، اوكي سويتشات الكور دي مثلا واصله بسويتشات ديستريبيوشن. طبعا الحته دي ادفانسد شويه، بس اللي مش فاهمها كده كده احنا هنشرح القصه دي كلها في محاضرات الاسبانينج تري. دي هي سويتشات الايه الاكسس. انا ممكن بقى سويتشات الاكسس دي بتكون متصله بالايه، متصله بالوايرد ديفايسز. طب انا ممكن اوصل بقى ايه الديستريبيوشن مثلا ب اكسس بوينت، تمام، وهنا مثلا اوصل هنا الديستريبيوشن دي برضه بايه باكسس بوينت وهكذا. بس المشكله بقى يعني ده الايه الاكسس بوينت. طيب ايه فايده الوايرلس كنترولر؟ انا في يعني ده بقى الايه الوايرلس كنترولر بقى ناخده كديفايس تالت. بصوا يا جماعه، طبعا انا لو انا اتخيل انت اشتغلت في فندق مثلا، انت صممت فيه اكسس بوينتس مثلا فيما يزيد، ركبت فوق ال 60 نقطه اكسس بوينت، تمام، فانت اكيد يعني هتتحكم ازاي في 60 نقطه. هل ال 60 نقطه اكسس بوينت هتحط باسورد على كل جهاز؟ اكيد الكلام ده يعني ده كاوثنتيكيشن، يعني انت كاوثنتيكيشن عشان هيخش مثلا يدخل باسورد، هل هتحط باسورد على كل جهاز؟ تمام، قصه كبيره طبعا جدا الموضوع ده. على العدد بتاع الاكسس بوينتس كل ما بيزيد عندي كل ما الامر بيزداد تعقيدا. ده انت الاكسس بوينت محتاج تحط باسورد وتحدد مثلا ايه مثلا تحدد اكسس ليستس والقصه دي كلها. هنا بقى ظهر دبليو ال سي او فيما يسمى الوايرلس كنترولر كجهاز، تمام، مختص بايه؟ هو مختص بانه جهاز سنترلايزد بيتحكم او انت بتتحكم عن طريقه بالاكسس بوينتس الموجوده عندك. تقدر تتحكم بالاس اس اي ديز. ايه هو الاس اس اي دي؟ ده فيما يعبر كده عن الاسم بتاع الاكسس بوينت او في قيمه تعريفيه كده للاكسس بوينت، عباره عن ايه ماك ادرس. طبعا ده بيفرق عن الاي اس اس اي دي، اوكي، يعني ده الاس اس اي دي ده عباره عن الماك ادرس، اما الاي اس اس اي دي ده عباره عن الاسم بتاع الايه بتاع الاكسس بوينت. اني واي طيب تقدر تتحكم تقول يعني مثلا تلاقي مثلا تفتح الايه الوايرلس كنترولر تلاقي قائمه الاكسس بوينتس موجوده عندك، تخش على اكسس بوينت 1 وتكون مثلا حاطط ديسكريبشن جنبه ده موجود في الدور الفلاني في الركن الفلاني والقصه دي كلها، وتعمل كونفيجريشن عليه. انت بتعمل كونفيجريشن بقى مكان ايه، مكان مركزي، فالموضوع بيسهل لك الدنيا بتاعتك بشكل كبير. طبعا ده المطلوب منك في السي سي ان ايه لايت كونستركشن كتحديث او كابديت في ما يخص الوايرلس. Anything more, go to wireless track. النهارده بفضل الله خدنا اوفر فيو على النتورك توبولوجيز، خدنا المش وخدنا الستار، خدنا الهايبرد، وكذلك اتناولنا او تناولنا مواضيع ادوار اجهزه مهمه جدا زي الاكسس بوينتس، الوايرلس، الكنترولرز، وكذلك الفاير وولز. انا اعتبر خلصت، اشوفكم على خير ان شاء الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.